ما الذي يدريك أن الله سبحانه وتعالى لم يبتلي؟ هو الابتلاء، ودي نقطة مهمة لابد أن تعلمها، هو الابتلاء يكون بعقوبة أنت تراها فقط. ده كون الله سبحانه وتعالى يحرمه من الطاعة ويحرمه من المسجد ويحرمه من الصدقة ويحرمه من بيت الله ويحرمه من قراءة القرآن، ده في حد ذاته يعني أكثر العقوبات عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل به عقوبة دنيوية، وإنما أنزل به عقوبة أخروية، يعني حرمه من الأرزاق في الآخرة. ما هو كونك تقرأ دي أرزاق أخروية، يعني لأن كلمة الرزق كلمة عامة، كلمة الرزق مش المقصود بها الأرزاق الدنيوية فقط، السيارة والعمل والبيت وهذه الأمور ممكن تكون عند إنسان، لكنه محروم من الأرزاق في الآخرة، أو محروم من الأرزاق المعنوية، يعني محروم من سكينة النفس، محروم من انشراح الصدر، محروم من طمأنينة الروح، محروم من الاستقرار الأسري، محروم من الصحة النفسية والصحة الروحية، مدمر من الداخل وأنت لا تعلم. ربما تجد عنده سيارة فارهة، مسكن واسع، بس مدمر من الداخل وأنت لا تعلم وأنت لا تشعر، وربما يشعر به فقط المحيطين به. فالمظاهر هذه لا تغرنك، في مثل يقول لك ليس كل ما يلمع ذهباً.